مهم قبل ما نبدأ الفيديو ديالنا الخوت بغيت نشرح واحد المعلومة في الفقرة ديال الدعم الخوت. لويس كانت طلباتني شحال من خطرة شحال من الفيديو طلباتني فيه واحد الكادو كان جاها من واحد الكومباني ديال الدراري الصغار اللي ما فيها لا فلوس لا والو قسما بالله العظيم باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه حيت هذه فقره ديال الدعم يعني ما فيهاش لا فلوس لا شي حاجه كنقول لكم شحال من خطره وكل مره غادي ندعموا جوج. المهم اليوم غادي ندعموا واحد الشركه اللي كانت طلباتنا عليها لويس وهي هذه كانوا عطاوها هذه ديال الدراري الصغار اللي زوينه بزاف بحال هكا كتحط مثلا هنا في الطابله كتلصق ما تقلع ما والو تاك تهزها من هاد البارتي هذا عاد كتقلع حتى المعلقه يعني زوينه بزاف زوينه جلده بحال هكا. وكاينه حتى هذه اللي كتعلقها حتى هي على حساب اميره على حساب الماكله حتى هي زوينه بزاف اللي هو هذا الانستغرام ديالهم الخوت اللي بغى يعرف شي حاجه مثلا على الدراري الصغار داكشي رسميتهم ايتويل بيبي. المهم هما هادو ما يعني الاسم ديالهم هذا هو الانستغرام ديالهم الخوت. المهم الخوت القناه الثانيه اللي غادي تكون في الدعم اليوم اللي واحد الموهبه الصراحه واحد الدري تبارك الله عليه يعني حنايا عندنا واحد المشكل ما كندعموش يعني المواهب اللي عندنا وداكشي كيف كنشوفوا غير المواهب الناقصه هي اللي كتطلع الخوت. المهم هاد الموهبه واحد الدري عبد الصمد الجزائري اللي كيغني يعني اغاني زوينين وداكشي وباقي الله طالع حتى هو اللي صالح ما نكذبش عليكم عجبني الصوت ديالو وداكشي اللي هي هذه القناه ديالو وغادي نخليكم مع واحد المقطع ديالو كنتمنى لكم الدعم ديالو الخوت. المهم قبل ما ندوز للمقطع ديالو اللي بغى يصيفط ليا الايميل ديالو على حساب الدعم في هذا الايميل الخوت من غير هذا راه ما كنجاوبش راه ما غادي نجاوب حتى شي واحد اللي كيبغي يدير فيها مريقل وكيصيفط في ايميل اخر راه ما غاديش نجاوبكم الخوت لحقاش هذا هو الايميل ديال الدعم وراه كنجاوب الناس اللي يعني بالمستطاع اللي غادي نستطيع نجاوب فيه راه كنديرو يعني هذا الشيء اللي كاين الخوت هذا هو الايميل اللي غادي تجاوب اللي تصيفطوا فيه وراه غادي نجاوب كل شيء ان شاء الله وراه كنتشيك كل شيء قسما بالله كنتشيك كل شيء. هادشي اللي كاين الخوت هذه القناه ديال عبد الصمد الجزائري نشوفوا واحد المقطع ديالو ونكملوا الفيديو ان شاء الله. وبغيت نطير يا عمو قصوا لي جناحي حتى من احلامي يا عمو طيحوا لي سلاحي طيحوا لي سلاحي يا لميمة ما بغيت والو يا ما باغي نصوفيكي ما كرهتش والله يا ما للحج نديكي نشاء الله فيكي يا لميمة وبغيت الريسكي يا ما خايف لا نموت إلا مشيت يا ما تعلي في الخوت ما عندي صبر سمحي لي لميم ما عندي صار سمحي لي لميم قريت حتى السلام عليكم خوت خوتي شفتوا الفيديو اللي كان قبل من هذا كنا في واحد البلاصه مشينا ليها وملي كنا راجعين جينا للدار هنا دار جدود لويس ديريكت علاش بقاو فينا مساكن ما كاينش اللي كيطيب لهم ما كاين حتى شي حاجه راكم عارفين هذا البلان هذاك قلت لكم واحد الجديد بحال هذه. وملي كنسولهم شنو كياكلوا كياكلوا غير واحد الخبز الصباح واحد كيقول لي توست هذا الشيء اللي كياكلوا دائما. وقلنا دابا هضرت مع لويس قلت لها غادي نمشيو عندهم لدارهم ديريكت لدار جدودها ونمشي نتقدى لهم انا دغيا شي حاجه وهذا ونجيو نطيبوا لهم هنايا شي حاجه ياكلوا صافي ونمشيو حنا بحال هادنا. وفعلا هذا الشيء اللي درت مشيت يلاه تقديت لهم شي حاجه جبتها ودابا يلاه دابا غادي ندخل للدار وغادي نشوف لويس شنو غادي دير لهم فيها فطيب حيت هي اللي قالت لي شنو نجيب لهم اقترحات عليا اللي باغين ياكلوا مشيت جبتو لهم دابا حاليا ودابا غادي نبداو هادشي اللي كاين دابا حاليا راكم عارفين مساكن كبار ما بقاوش قادرين كيفاش ياكلوا يطيبوا ولا شي حاجه راه العكس راكم عارفين هاد الامور بحال هاد او مسكين انايا مشيت انايا جيت لقيتو بالطل وداكشي برك كيرسم انا نوريكم شنو كيرسم الخوت هادي الله دارها الخوت دابا راه تاني الخدامة عزيز عليا رسم فوق تيموم بزاف ها
اللي مازال ما كملاش يكملون ولا عليكم الخوت. وهذه حتى هي دارها غير اليوم صم غير اليوم عزيز علي عزلي رسم بزاف يعني كيعمر الوقت الفراغ ديالو الخوت. الناس كبروا داكشي ما كيبقاوش يعني صافي عاطي عن نقير ولا شي حاجه بحال هكا، على الاقل كيديروا شي حاجه في الدار. دوكا تيمو مات حتى هما فوق هاي تراين تو دو فروغ يا تراين تو يا باغي يدير هذا الخوت الفضاعة باغي يدير الفضاعة لصق عليها دوك جوج تيمومات راه كتشوفهم زعما هما عايلين غادي يكونوا. المهم تيكملوا وغادي نوريها لكم كيفاش غادي تكون ان شاء الله. قلت لكم الخوت دابا جينا باش نطيبوا لهم ساكن، راك عارفين ما مساكن بعد مرات ما كيعكسوا باش يطيبوا، داكشي علاش انا ولويز دابا اقترحنا عليهم باش ما نرجعوش للدار عندنا فين ساكن حنايا، كنا نجيو عندهم هنا ديريكت ونتقداو لهم ونطيبوا. علاه مشينا تقدينا شويه ديال الدجاج وشويه البصله وديك الفلفله باش لويز غادا تدخلهم الفران ديرهم بحال القطبان وغاديرهم في الفران. هادشي اللي كاين دابا باش المساكن على الاقل ياكلوا شي حاجه، راه ما كياكلوش، راه تخيلوا معايا بعد مرات نهار كامل كياخذوا بعد مرات هذاك التوست، هذاك الخبز توست كيدهنوا بشويه الزبده وقهوه، هادشي اللي كياكلوا يعني حتى باش يطيبوا ولا شي حاجه كيعكزوا. والناس كبار راكم عارفين يعني شحال قدام يبقاو يطيبوا شحال لما يعني غسلوا ولا شي حاجه بحال هكا. دابا لويز دابا راك طيب ليهم، مشيت انا تقديت ليهم شفت لهم مسائل لويز راك طيب ليهم، هاد الساليت غسل لما تقاد ليهم المسائل ونغديو هما نمشيو. هادشي اللي كاين ماشي نغديو زعما الدراري صغار ولا شي حاجه، على الاقل نعطيهم واحد الحاجه اللي زوينه ياكلوا، على الاقل شي حاجه اللي ياكلوها شي حاجه زوينه. داكشي علاش الخوت فاتهم بالبصله والفلفله والدجاج المشرمل. هادشي اللي كاين دابا الخوت لويس ثانك يو ماشي ثانية 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 say they're my grand Arabic شدودة no شدودي شدودي او ماما الخوت كملو المهم الخوت خليناهم كلاو داكشي ما بغيناش نصوروهم يلاه سالاو دابا يلاه جدت لويز خرجات. هادشي اللي كاين فرحناهم ساكن، راكم عارفين ما كيقدروش يطيبوا ما كيقدروا يديروا حتى شي حاجه دابا حاليا، الناس كبروا بزاف الواحد هو يقابلهم دابا ويعطيهم واحد بعدا واحد الاهميه، ماشي يبداو يشوفوا راسهم كبروا ما بقاو صالحين لوالو، ما كاين اللي يخممهم ما كاين اللي يرعاهم كيف كيديروا هنايا اصلا. يعني انا غير جات من عندي انا هذه الكلمه هذه ديال خصنا نقابلوهم وداكشي كنقولها للويز وكنجيو عندهم. اما راه كلشي كلشي اغلبيه هنايا ماشي غادي نهضر حتى على عائله لويز ولا شي حاجه، كلشي يعني ما الناس ملي كيكبروا صافي ما كيبقى بيهم تحت، يعني راسي راسي في هذه البلاد هذه بحال هكا. لهذا قلت ليها لا خصنا نقابلوهم وبزاف الحوايج يعني حشومه مساكن ما يبقاوش حتى ولدوا تعذبوا وداكشي وفي الاخر يبقاو الريوس ما عرفتش اللي ما جاتش عاوتاني وما كبار دابا تبارك الله راكم عارفين ما كاين لاش لهذا صافي جيت كديت لهم الامور ونولي نجي عندهم ديما هادشي اللي كاين. المهم هذيك الرسمه راه قريب يكملها، انا نحاول ندور لكم كاميرا وما صورتش لكم واحد بطريقه حتى هو غادي نوري لكم دابا. المهم راه باقي ما كملهاش، باقي غادي يقاد ليه الفوم ويقاد ليه شحال من حاجه، باقي ما كملهاش دابا حاليا مشي يرتاح. وهذه راه كانت هي ديرها هو هاد البطريق هذا شي يعني تيمو ما لصق مع حشره
وخرجات بحال هكا. يعني عز علي يدير هاد البلانات هادو. هانت هادي وريتها لكم، وهادي هاهي، هادو كاع الحشرة اللي دار. غادي نوريه لكم دابا الخوت، هاد الحشرة هادي. دابا راه كنحاول نشوف هذاك الشيء اللي وراني قبيله باش ما ننساش. نوريكم واحد العيبات حتى هما، هادو ها هما. المهم هادشي اللي كاين الخوت، راه جدات الوجه دابا كتلعب مع اميره معايا. المهم هادشي اللي كاين الخوت، شكرا لكم بزاف بزاف. حنا دابا نحاول نديرو كاع داك المستطاع ديالنا اللي خصنا نديروه مع هاد الناس هادو. هادشي اللي كاين، شكرا لكم بزاف على المشاهده. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.